تضاعفت إنجازات الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في بطولة العالم لسباقات القدرة والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمشاركة كبيرة بلغت 126 فارسا وفارسة يمثلون 36 دولة من مختلف دول العالم بتتويج سموه بالذهبية الفردي لبطولة العالم وذهبية الفرق وجائزة أفضل حالة جواد. وتوج سموه رسميا بالميدالية الذهبية في حفل الختام الذي أقيم في قصر الإمارات والميدالية الذهبية للفرق وجائزة أفضل حالة جواد بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أصحاب السمو والسعادة. وتقلد سموه الميدالية الذهبية والتي تزينت بتاريخ سموه الناصع بالإنجازات الكبيرة في رياضة القدرة ليكتب سموه تاريخ القدرة البحرينية بأحرف من ذهب ويضيف إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققها سموه في تاريخ رياضة القدرة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه السيطرة البحرينية تجسد الرعاية التي تحظى بها رياضة القدرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومساندة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. مشيرا سموه إلى أن الإنجازات للقدرة البحرينية لم تأتي من فراغ إنما برؤية تم وضعها وسار عليها الفريق الملكي بحذافيرها حتى وصل إلى تحقيق كامل أهدافها. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفريق الملكي للقدرة سيواصل ريادة القدرة في العالم بعد أن سجل فصلا من فصول الإنجازات الكبيرة في رياضة القدرة البحرينية والتي أثبتت مكانتها على الخارطة الدولية، مشيرا سموه إلى أن الطموحات كبيرة ولن تقف عند هذا الحد بل ستتواصل بعزيمة وبإصرار الفرسان سعيا لمواصلة كتابة التاريخ بتحقيق إنجازات أخرى في المشاركات القادمة. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: دخلنا البطولة بأهداف كبيرة وحققنا هدفنا الرئيس وهو الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى، وتضاعفت بالحصول على الميدالية الذهبية في الفرق وجائزة أفضل حالة جواد. ولا شك أن هذه الإنجازات جاءت بدراسة منذ فترة طويلة. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: منذ نهاية بطولة العالم الأخيرة وضعنا خطة طويلة المدى وسرنا عليها بحذافيرها حتى تمكنا من التتويج بلقب البطولة في النسخة الحالية، ولا شك أن هذا الإنجاز سيكون حافزا للفريق الملكي للقدرة في مواصلة كتابة التاريخ. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود الكبيرة التي بذلها فرسان الفريق الملكي للقدرة في بطولة العالم، مبينا سموه إلى أن العمل الجماعي سر نجاح الفريق الملكي في تحقيق هذه الإنجازات. وحصد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجدارة واستحقاق الميدالية الذهبية في الفردي بعد أن توج بطلا للعالم لسباقات القدرة للمرة الأولى، حيث تفوق سموه على نخبة من فرسان الإمارات وإسبانيا وبريطانيا والأورغواي. هذا وقام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتكريم الفرق الفائزة. وقد حصل الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد على الميدالية الذهبية على مستوى الفرق، حيث استطاع الفريق الملكي أن ينهي السباق عبر 3 فرسان هم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وجعفر ميرزا وعبد الرحمن الزايد، ليحصد الميدالية الذهبية على مستوى الفرق بمجموع ساعات لإنهاء السباق بلغت 25 ساعة و27 دقيقة و25 ثانية للفرسان 3. وتفوق الفريق الملكي للقدرة على منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال. وتواصلت الإنجازات البحرينية في بطولة العالم بحصول سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع الجواد داكو لا ماجوري على المركز الأول في مسابقة أفضل حالة جواد في المسابقة التي تم تنظيمها بعد ختام البطولة. We'll be right back.
of the FEI World Endurance Championships Abu Dhabi 2022, Bahrain. مبروك لمملكة البحرين فئة الفرق المركز الأول. والآن أدعوكم جميعاً للوقوف للنشيد الوطني لمملكة البحرين. Please stand up for the Bahrain national anthem. والآن الورود لفريق الأبطال مملكة البحرين الشقيقة. The champions, the winners, Bahrain Kingdom. مبروك لمملكة البحرين. حصول الفريق على المركز الأول في فئة الفرق. والكأس يذهب لمملكة البحرين. The moment everyone is waiting for. مبروك لمملكة البحرين المركز الأول، فرنسا المركز الثاني، والبرتغال المركز الثالث. مبروك لسالم من الإمارات حصوله على المركز الثاني في فئة الفردي. الذي ذهب للإمارات عن طريق سالم ملهوف الكتبي. مبروك سالم. إن كانت الروح إماراتية فالقلب ينبض بحب البحرين.
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من مملكة البحرين الشقيقة على المركز الأول. And the individual gold winner for the FEI World Endurance Championships Abu Dhabi 2022 from Bahrain, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa. مبروك لمملكة البحرين، مبروك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي يتسلم الآن كأس المركز الأول. أنا أهنأ نفسي أولاً بفوز مملكة البحرين وفوز دولة الإمارات بهذا الإنجاز العظيم. يعني قالوا لي شو إحساسك؟ قلت أنا فقط انتظرت 23 سنة لهذا اليوم. أنا بديت سباقات القدرة سنة 2000 وسنة 2023 ولله الحمد حققت الأمنية وجات في أفضل مكان وأفضل تنظيم وبين في دولتنا، فما أطلب أفضل من هذا الحمد لله. عمر، كان السباق من أصعب السباقات، خاصة أنك اضطريت تخوض المرحلة الخامسة والسادسة وحيدا باسم مملكة البحرين بعد حصول جعفر ميرزا على عقبة بلنتي في مرحلتين. صحيح، لازم السباقات تكون فيها صعاب وتحديات، ولكن احنا وضعنا خطط انها هي توصلنا على هذه المنصة وتلبسنا هذه الميدالية، مو بوحدة بل ثنتين في الفرق وفي الفردي وفي صحة افضل جواد. يعني الحمد لله، لو ابي اخطط لهذا التخطيط ممكن اكون متفائل جدا لكنه ما يكون على ارض الواقع، ولكن الحمد لله خطتنا كانت طموحة والحمد لله تحققت على ارض الواقع. لما كنت مخير انك تختار داركو او بولت، تختار داركو على حساب بولت؟ صحيح سيدي، انا طال عمرك اخترت داركو لان لو ما ركبت داركو كنت بركب بولت وداركو يطلع من الليسته بسبه التاهيليات. فتوكلنا على الله وانا كنت اتابع الخيل وكنت بقناعه تامه اصلا ان داركو هو البطل، ولكن انا قلت حق الربع داركو او بولت واحد منهم في المنصه ويمكن اثنينهم في المنصه. ما خدمت البلنتيات بولت ولا كان يمكن، اعتقد انه حتى هو بعد يكون معنا في المنصه.